بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتعرف مع بعض على الميل يورينو جينيتال سيستم. الميل يورينو جينيتال سيستم هنبدا بالاعضاء الجينيتال اورجانز. عندنا في الذكر ده عينه ذكر زي ما حضراتكم شايفين، ده عباره عن التستس، والتستس لونها ابيض والونجيتد. بعد كده عندنا مين؟ عندنا الفات بودي، اوكي، وكمان عندنا الكدني اللي هي لونها احمر دي، والجزء المصفر شويه ابيض مصفر شويه ده عباره عن الادرينال جراند اللي هي الغده الكظريه. بعد كده عندنا ولفيان داكت موجوده على جانبي الكتيه اللي هو الغشاء الابيض ده، ولفيان داكت. والولفيان داكت دي هي مجرى بولي، مجرد ما بتنزل من الكدني بتبدا تدينا حاجه اسمها الفيسكيولا سيمناليز، وجزء ايه منتفخ وبيبقى واسع شويه وحجمه اكبر انتفاخ كده. ده كده عباره عن مين؟ عن الفيسكيولا سيمناليز. بعد كده عندنا الريكتوم، اهو ده الريكتوم، وعندنا اليوريني بلادر، واخر الريكتوم فيه كلوكه اهي، كلوكه اوبننج لو حطينا الفورسيبس كده فيها، تمام، هيودينا على مين؟ على الريكتوم. تبقى دي كده فعلا الكلوكه. والكلوكه دي جبناها ازاي؟ كان في اتصال في منطقه عظام العين هنا بمشرط كده، فصلنا الجزء ده عشان نبدا نشوف ايه الكلوكه. وبكده يا شباب ده كده اهم المكونات في الميل يورينو جينيتال سيستم. ده كده نراجعهم تاني مع بعض بسرعه.